محسن بن عاشير، أنا مدير العام ديال الشركة بريستيج انفورماتيك اللي هي مختصة في شركة ديال تدير برامج ديال في الميدان ديال الرقمي. نتمنى هاد التظاهرة هاد الصباح مع الشريك ديالنا اللي هو اي بي ام وانغرام. الهدف من هاد الوركشوب اللي درنا اليوم هو توضيح الإشكاليات ديال الرقمنات ديال لي بروسيسوس ديال دونك والإشكالية ديالو الكيف، وطرقنا حتى هو الإشكالية والمشكل ديال السيناتور الإلكترونيك. ومن الامور اللي شفنا هي اساسا شنو هما الناحيه القانونيه، شنو فين شنو هما لي تيكست ديالو اللي كاينين والتطبيق ديالهم وما هو ممكن. وطلبنا ايضا من بريد المغرب باش يكون حاضر معنا، اللي الهدف كان من الحضور ديالهم هو باش يوضحوا هما اكثر هاد النقط اللي هي متعلقه ب ب ب بجهه ديال جوريديك القانونيه. شكرا. وايضا باش يوضحوا حتى العرض ديالهم من لي كلي ديال السيناتور اللي كاينين اليوم والاشكاليات اللي كاين وشنو هو المستقبل وشنو غادي يقدموه هما في المستقبل. الرقمي من حيث كيف تدار تيجيب اكثر زمان فيريفيكاسيون اكثر من الامضاء. الامضاء بالورقه ممكن نزور الكاشي وممكن ندير الكاشي ونسني به. من ناحيه ديال ملي تيكون الامضاء الرقمي ملي تنقولوا حنا رقمي تيكون عندك واحد لا كلي دو شيفرمون. هذيك لا كلي دو شيفرمون سمح لي هذيك لا كلي دو شيفرمون باش تتعطاك تدوز واحد المراحل اللي هي قانونيه ومسطر عليها القانون. باش نعطيك انا هذيك لا كلي نتي من بعد غتستعمليها باش تسني، تخصك تعطيني لا كارت ناسيونال ديالك وشكون انتيا وهذا وندل على الطريقه باش عطيتها لك. هذا القانون هو تيقنن هاد النقاط هادو هاد الكيف اللي تيعيطوا ليه بلونغولمون. هذاك كيفاش درت تعطيتك انا ديك لاكلي ومن بعد ملي تجي باش تسني بها انتيا تيكون واحد البروسيسوس حتى هو ديال التعريف عليك، لانك تنضمن بانك راك انت النيت اللي انت اللي عندك هذيك لاكلي وانت اللي غتسني بها. هذا حتى هو تيكون الدليل عليه. ومين تيتصايب هادشي كاع كله تنشدو هذوك لي كلي وهذاك تنكريبتيو تنديرو بحال تنقولو لها لومبرينت نيميريك ديال هذاك لو دوكيمون اللي حطيتي. دونك ما تيكونش الكيفيه ديال التزوير ما كاينش، وهذاك الدوكيمون اللي شديتيه من بعد مشيتي زورتيه ولا صايبتيه مي غادي يتحل من بالطريقه الرقميه، غادي يبان بانه راه ماشي كم تم فيه التزوير ولا هذيك الناس هذيك السيد اللي سنا بيه راه شو هو النيت اللي تيقول هو شكون اللي سنا. زعما تيجيب واحد اون سيكوريزاسيون ديال لا ترانزاكسيون اكثر ما هي بدها تكون ورقيه. حنا الهدف ديالنا هي بانه نبينوا لي زيتابليسمون بوبليك من بين بانه حنا عندنا الخبره تقنيه ولكن حتى الخبره ميتي فهمتي ليكسبيرتيز اللي عندنا باش ممكننا نخدموا معاهم باش هما يقدروا يديروا هاد لي سيرفيس ويحطوهم. ماشي حنا اللي تنديروهم، حنا تنمشيو معاهم باش تنحاولوا نسهلوا لهم الطريقه. وحنا اللي ممكن نضيف هي بانه حنا شركه مغربيه والبرامج اللي عندنا حنا اللي صنعناها كشركه مغربيه هما برامج مغربيه. واللي تنتمناو هي بانه الادارات والعموميه ولكن حتى الخواص بحال الابناك وهذا يستعملوا البرامج ديالنا راه برامج مغربيه وتتخدم مغاربه وتعيش مغاربه. اللي هو عندنا حنا اللي تنقول حنا عندنا يمكن اليوم هما من الامور اللي تنفتخروا بها هي بانه شركه كايباي ما جابتش شركه اجنبيه باش
اعتمدت على شركة مغربية. نتمنى نكونوا في حسن الظن.